بالتأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيكون لها تقريرها ونشرتها بنطلع عليها باستمرار. توقعت أن حالة الطقس النهاردة هتكون فيها استمرار لحالة من أغلب الأنحاء، هيكون فيها طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا، وهتكون في رياح معتدلة بتنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. خلينا نشوف درجات الحرارة المتوقعة على الشاشة ونرجع لكم مرة تانية. بعد ما شفنا درجات الحرارة خلينا نعرف أكتر على الظواهر الجوية المصاحبة مع الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ أحمد وأستاذ علا وكل السادة المشاهدين، صباح الخير على حضرتك. صباح النور، يوم حضرتك سعيد، وطمنينا على حالة الجو النهاردة والأيام القادمة كمان. احنا طبعا يمكن الحمد لله خلال هذه الفترة بنشهد استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير. قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية، فيها تحسن ولو حتى طفيف في قيم درجات الحرارة وكمان في نسب الرطوبة، لأن احنا طبعا بنتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى أو المرتفع الأزوري، وده مرتفع جوي مع كتل هوائية معظم قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ده على سطح الأرض. كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة في المحافظات الشمالية اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد على تلطيف الأجواء العظمى. اليوم على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 33 درجة مئوية، كمان خلال الأيام اللي جاية مش هتختلف كتير ما بين 33 ل 34 درجة مئوية خلال فترة النهار. نسب الرطوبة حتى لو انخفضت انخفاض طفيف لكن موجودة في الجو، ووجودها في الجو بتخليني أحس بقيم درجات حرارة أعلى من 33 لو تكون 35 درجة مئوية، لكن بكل حال هي فيها تحسن بشكل كبير عن الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية. الطقس هيظل فترة النهار طقس حر رطب في المحافظات الشمالية، شديد الحرارة في المحافظات الجنوبية، رغم انخفاض كمان قيم درجات الحرارة في محافظات الصعيد بعد ما كنا بنسجل قيم درجات حرارة بتتجاوز 42 و 43 درجة مئوية، أصبحت 39 درجة مئوية بنسجلها في الأقصر وأسوان، فبالتالي أيضا انخفاض في المحافظات الجنوبية. ده بيكون في فترة النهار. فترة الليل كمان مع غياب أشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، وده موجود في معظم محافظات الجمهورية، وده هيساعد إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل ويساعد على اعتدال الأجواء وتلطيف الأجواء كمان في فترة المساء وساعات الليل، وخاصة لو أنا موجود في أماكن مفتوحة أو مدن جديدة أو أماكن مكشوفة بشكل كبير. فأجواء فترة الليل ما بين الأجواء المعتدلة للأجواء المائلة للحرارة، وكمان المحافظات الجنوبية هي ممكن نلاقي أن قيم درجات الحرارة الصغرى فيها هي المرتفعة، لكن المحافظات الشمالية بدأت قيم درجات الحرارة الصغرى فيها كمان تنخفض. هل في أي ظواهر يعني غريبة زي مثلا نشاط رياح مصاحب بأتربة؟ هل في أمطار على بعض المناطق زي ما كان وارد في الأيام الماضية؟ يعني هو اليوم تحديدا الحمد لله ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اعمال الانشطه اليوميه، هي الشبوره المائيه بس اللي كانت موجوده فتره الصباح الباكر وتلاشت مع سطوع اشعه الشمس، واللي متوقع ان هي تستمر معانا خلال الايام اللي جايه. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه اللي هتاثر معانا خلال الايام اللي جايه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهيكون معاها انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه مش هتاثر على حركه المرور وهتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 8 صباحا الشبوره المائيه هتتلاشى. بصفه عامه الحمد لله الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير. واخبار البحرين يا دكتور؟
الملاحه البحريه كمان معتدله، يعني ارتفاع الموج على البحر المتوسط ما بين 1 ل 1.5 متر، البحر الاحمر من 1 ل 2 متر، فبالتالي مؤهلين تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء. هنخلي بالنا بس من القياده تكون بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع انخفاض الرؤيه الافقيه مع الشبوره المائيه، وكمان لازم نتابع النشرات الجويه لان دي فتره انتقاليه، خلاص بينتهي معانا فصل الصيف بيقترب فصل الخريف، وارد جدا يحصل تغير في التنبؤات الجويه او في التوزيعات الضغطيه في اي يوم. نشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي على وجود حضرتك معانا بهيئه الارصاد الجويه.